بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ النهاردة درس جديد من سلسلة السي بلس بلس. هنتكلم عن حاجة جديدة، حاجة اسمها اللوبس. طيب ايه اللوبس ديت؟ اللوبس هي عبارة عن حاجة بتكرر لي مجموعة أوامر معينة. قبل ما نتكلم عن اللوب ونقول بيتعمل ازاي، هنفكر كده في مشكلة بسيطة ممكن تبقى بتحصل لنا كتير ومش عارفين نحلها ازاي بالبرمجة. احنا عايزين نجمع مجموعة أرقام من 10 لحد 30 مثلا. فانا هروح اعمل ايه؟ هاجي هقول له ان انا عندي int sum، تمام، وبقول له ان sum دي بتساوي 10 زائد 11 زائد 12 زائد 13 زائد 14 زائد 15. انا نسيت 15 في النص اهو، كتبت 17. طب ما هي كده يبقى في مشكلة، انا وارد ان انا اتلخبط وانا بكتب، اكتب حرف غلط، اكتب حاجة ناقصة، فبالتالي دي مشكلة كبيرة. طب انا لو جيت بصيت على الكلام ده هلاقي نفسي ان انا بكرر نفس العملية، بكرر عملية الجمع كل مرة، تمام، وكل مرة بزود واحد على الرقم ده. يبقى انا ممكن اعمل عملية تكرارية تحللي المشكلة دي في خطوات اقل، تمام. طيب اعمل العملية التكرارية دي ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها اللوب. انا عندي الرقم بتاعي اللي عايز اجمعه من اول مين؟ من اول 10. هعرف حاجة عندي اسمها اي وهسويها ب10، وهاجي ابدأ اقول له نوع من انواع اللوبس، حاجة اسمها الوايل لوب. وايل ايه؟ احنا عايزين نحسب من اول الاي بكام؟ ب10 لحد الاي بكام؟ ب30. طول ما الاي بتاعتي اقل من او تساوي 30، تمام، انا هفضل اجمع لغاية ما الاي توصل ل30. طيب وعايز اعمل ايه في الصم؟ صم بتساوي صم بلس اي. ليه؟ الاي اول مرة عندي ب10 وهتوصل لغاية 30، يبقى الاي بتاعتي هي اللي بتتغير، انا كل مرة هزود على الاي قيمة علشان اغيرها، تمام. طب الصم دي، الصم ديت هي المكان اللي هحفظ فيه المجموع. طب انا هزود الاي ازاي؟ ايه الطريقة اللي ممكن ازود بيها الاي؟ وانا لو جيت هنا قلت له اي بلس بلس هيزعل في حاجه ولا هيزودها لي؟ هيزودها لي. طب هل هو هيزودها بعد السم ولا قبل السم؟ بعد السم. طب ليه بعد السم؟ بعد السم علشان خاطر لازم اجمع الاي الاساسيه الاول. طيب انا هاجي بس هنا الاول كده هقول له سي اوت للاي بتاعتي، وهقلل بس الرينج شويه لغايه 20، وبره الوايل بعد ما الوايل تخلص هقول له سي اوت للسم ده، او علشان خاطر يبان لي سم يساوي سم، وادي اند لاين، وهبدا اعمل تشغيل. بصوا الاي 10 11 12 13 14 15 لغايه ما وصلت 20 وطلع لي المجموع ب165. لو مسكنا آلة حاسبة دلوقتي وجمعنا من 10 لغاية 20 هيطلع لنا 165. يبقى فايدة اللوب إن أنا عندي شوية أوامر ينفذها على طول، يكررها، يكرر التنفيذ بتاعها، مش يوقف لي على أمر واحد أو يستنى مني إن أكتب له الأمر كل شوية مرة تانية. طيب في حاجة هنا إحنا كنا عاملينها غلط، sum equal sum plus i، هي مش غلط، هي صح، بس يعني طولنا الدنيا على الفاضي. أنا المفروض كنت جيت هنا قلت له sum plus equal i، تمام. طيب هنحل مسألة تانية بالموضوع دوت عشان توضح لنا أكتر. هنشيل كل الكلام ده، هقول إن أنا عندي رقم اليوزر هيدخله، أدي int num وسي ان للنم ده. النم دوت عبارة عن رقم 6 خانات أو 5 خانات. 5 خانات، الخمس خانات دول أنا عايز أجمع الأيتمز بتوعهم. يعني إيه؟ أنا عندي مثلا الرقم بتاعي 1 2 3 4 5، عايز الاوتبوت بتاعي يبقى ناتج جمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. طب هو انا اصلا هفرط الرقم ازاي؟ ازاي افرط اصلا الرقم؟ هو احنا لو قلنا 1 2 3 4 5 ده مد 10 يطلع لنا كام؟ لو قسمنا على 10 كده باقي الاسم هيبقى مين؟ اول خانة عندي.
طب ولو جينا قلنا 1 2 3 4 5 على 10، رقم صحيح على رقم صحيح، يطلع لنا مين؟ 1 2 3 4. طب لو كررنا العملية دي كذا مرة، عملنا 1 2 3 4، الرقم بقى 1 2 3 4 4 بس، مد 10 هيطلع لنا 4. طب وعلى 10 هيطلع لنا 1 2 3. نكرر العملية تاني، 1 2 3 مد 10 هيساوي 3، 1 2 3 على 10 هيساوي 1 2. ودي بعد كده بقى معانا 1 2 مد 10 هيطلع لنا 2، 1 2 على 10 هيطلع لنا 1. بعد كده لو قلنا 1 مد 10 هتطلع لنا 0، هتطلع لنا 1 سوري، 1 على 10 هتطلع لنا 0. تمام، يبقى احنا هنا كررنا العملية بتاعت المودولس والقسمة كذا مرة عشان احسب الرقم بتاعي. طب نعمل ده ازاي بقى عندنا باللوب؟ انا عندي الرقم بيبدأ من مين؟ من اول النم. تمام، فهاجي اقول له هنا وايل النم بتاعي اخر حاجة هيوصل لها ايه؟ زيرو، ده مش هينزل اقل من كده. وايل النم اكبر من الزيرو، طول ما انا اكبر من الزيرو كرر العمليات اللي هتحصل عندك دلوقتي. طب ايه العمليات اللي هتحصل؟ هقول له نم مد 10 او سم بلس ايكوال انا بس كتبت حاجه غلط، المفروض اجي هنا نم سوري سم بلس ايكوال نم مود 10. طبعا انا كنت محتاج ان انا اعرف هنا فوق السم دوت بيساوي 0 عشان احط فيه المجموع. طيب والنم بتاعي هعمل عليه تعديل، النم هيبقى ايه؟ نم على ايكوال 10. لو قلت له نم على 10 كده بس كده مبهمه، مش هيعمل تحديث على النم، لازم احط الاساين عشان يعمل التحديث. تمام، طيب انا هاجي هنا هقول له سي اوت للنم بتاعي علشان اتفرج على شكل النم بتاعي وهو بينقص، وهاجي بعد ما اخلص خالص هقول له سي اوت للسم، وهعمل ران دلوقتي. انا هدخل الرقم بتاعي اهو 1 2 3 4 5 6 7 خانات مش 6، اول مرة بقى 1 2 3 4 5 6 لما قسمته على 10، بعد كده بقى لغاية 5، بعد كده بقى لغاية 4، بعديها لغاية 3 2 1 0، والمجموع بتاعهم 28. لو جمعنا من 1 ل7 هيطلع لنا 28. يبقى انا هنا مش محتاج اعرف الرقم بتاعي اصلا كام خانة، انا خليته يلف لغاية ما النم وصل لزيرو. تمام، طول ما النم اقل من اكبر من الزيرو مش يعني طول ما هو اكبر من الزيرو هيفضل يكرر العملية. طب امتى العملية وقفت؟ مجرد ما النم ما بقاش ينطبق عليه الشرط ده. تمام، أتمنى أكون أفدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.